قال البنك المركزي العراقي في بيان له إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأمريكي حدد ب 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينار. قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء، ولا سيما في الوقت الذي جاء فيه التخفيض على حين غره. خفض قيمة العملة بنسبة 20% فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20% وربما إلى نحو 30%. ستحصل الحكومة العراقية بموجب تخفيض العملة المحلية على ربع راتب الموظف في الوقت الذي ترتفع الأسعار ستزيد بسرعة، لأن قرار خفض سعر صرف الدينار جاء من دون تخطيط. الحكومة وعدت بإجراء إصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية. أثار هذا الخفض في العملة الوطنية العراقية خفيضة نواب اللجنة المالية الذين بيّنوا تعرض العملة الوطنية للانخفاض غير المسبوق مؤخرا جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات المستعجلة والتنويه عنها بشكل غير مدروس من قبل وزارة المالية وعدم تنسيقها مع البنك المركزي. ووفقا لخبراء الاقتصاد في العالم، فإن خفض قيمة العملة يجعل واردات الدولة أكثر تكلفة على المستهلك المحلي، ما يؤدي إلى خفض عمليات الاستيراد.